حاجت جرحك من يوم آه يا حظ جدري لو بشيء ثقة مو ثقة ثقة لو أتي فيك لو السلام عليكم صوتي بعيد. الو الو واحد انا قاعد اعيش الو مرحبا يا المحاسب الو يا يا الو خل 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 خش خش في البيت الو الو يا الو الو ويلا ويلي 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 شهاد شعب ديلي الوادع يا عاد يا شلعن خل دق على شركة أبل اطلب لي آيفون 15 اطلب ثلاثة واحد لي واثنين انت تبي انت اسمع اطلب أربعة لا اطلب خمسة واحد لي واحد لك واحد كذا لا ايه اطلب ستة ثلاثة لنا ثلاثة للمتابعين
ليه هو دماغ حد. حد. ها انتم حاطين بلوتوث ضبط ضبط ارحب فيه واضح ارحب وندو في المحاسب يا رجل ما فيش عظماء يا رجل وش اللي عظماء عظماء عليش الله فلا هلا ما في ما عندي لا عظماء ولا غير لا تسمع طريهم لا لا ما في ولا لا في العظيم ولا ما في الأخواني هنا وربعي وبني عمي عظماء وش أنت عظيم علي خيرية العظيم الله سبحانه العظيم الله والله ما يا ربي يا خال لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان من كمل جمال هذا المنظر ها مش يريثني شاعر يريثني شاعر ها والله يا الربع أنا منظر لا إله إلا الله قمر أشهد عندي قصيدة معتز تفضل يا معتز طب ما عندي شيء ترى يعني جاي أسالف معكم وأتهرج أنا وياكم أنا عندي قصيدة هل عندي قصيدة تفضل من زمان السؤال إيه والله من زمان ها انتكم برد يلا الله بريد يعني طيب سامح حبيبي تفضل تعال تبوك بجيكم تحرني انا جايكم وين الوعد انت ما عندك حياه تعني كتبك انت ما عندك سال انت تعزم شفت عرفت الرجال اللي يقابلك يبي يعزمك عرفت اللي بيعزمك يقابلك تعال يا كحلان كحلان انا بسوي عشاك القابل وانت كذاب انت تدري انا ماني جايك بس انت اللي عزمت كذا ها تبي العذر تبي لا تخون وياك متى الله يجود عليك والله انك كريم والله انك مدري ويش والله والله لا كل يكرم ذا الحين لكن دائما كرم النفس هو تجينا لا تجينا للديره أنا بيبيجها دوني ودون كلبين كيلو قل فيه إعلان بيعطيك 77,000 صح كذا أنا يا زينك يا لف بس كأت عنا سادة أنت مثلا قل عندنا إعلان 72,000 إيه كذا علي الحرم ما مثلك بلد ما حد مثلك يا زينك صح بس ولا لا عندك إعلان ولا عندك عيشة ولا عندك كل شيء تجينا شو اسمه اغنيه والله هذا شيء ما يخصك والله هذا يعني مجازي انا ماني برايق اني اعلمك راجعنا في وقت ثاني غير ذا الوقت والله انا ضايق صدري بالحيل ها ليه سلامتكم 77 كيبل عليك دائم اللطيفين يحبون بعض انت يعني جيتني بسلوبي فحبيتك سامعني بعد انا بقوم الدراسه ربي اني ضايق الله يكفينا شر ليه ودني اخذ واعطيه والله يا ولد نزلنا الذروه مشكله ليه يا حبيبي وش مضايق تفضل ايش مشكلتك صوتك الخالي يحب عيشه ويحب ايش مشكلتك يا حبيبي
ضيقتنا دنيا بقعة. سلامتكم. وش شو مشكلتك حبيبي؟ وش يعني وش باليتك دنياك فيه وانا اخوك؟ الدنيا لا تستحق انك تضيق ولا تستحق انك يعني وش مشكلتك؟ ودي انك تعلمني دلحين وش يعني وش انت تعيني منه؟ تفضل. هل انت مضطهد؟ ضغوطات الجامعه. انا مدرس خصوصي وانا اخوك، تجيني باشتراك شهري يعني بسعر رمزي بسيط جدا ادرسك وانا اخوك. ولا تضيق ولا شيء يعني ما في شيء يستحق انك تضيق عشان. جعل ربي يخليك لي وانا اخوك. وانت وش عندك؟ ها مطفر. عيوني. عيوني. يعني تجينا وتجيب معك كفيل. اعطيك قر بكفيل وافتح لك مشروع. الطقطق وكذا ويعني تنجح. افصلني من الظما. هذه والله ما هي بيدي يعني. اكتئاب وضيق. والله العالم كلها حزينه، شو العلم؟ احسن ما خلاف. خطرت دي ما دمع والله، لا فكت رقبه ولا عمامتك هي. شو احرق فيها؟ والله لا سدد الدين ولا طلعت سجين ولا فكت. وش؟ خذها ما بيها. ما تشوفني ما عاد لبست عمامي انا؟ ليه؟ ما ادري ما لبس عمامه. ما توكل هذه ولا ذي؟ لان عمامتي ما منها فايده هذا الحين. وجهي هذا الحين انا عمامتي ما سويت شيء. خلي وجهي، عمامتي ما سويت شيء ذا الحين. عمامتي ذا الحين ودي احذفها ذا الحين. والله احذفها انا عمامتي. لا ما تفك اكتئاب؟ لان ذا الحين لو اني ركبت مع ريجي. انا رحت ذا الحين مع ريجي. اجنب عتيبي وكحطاني. وغامدي وراحوا يوم تعدوا 10 كيلو دقيت قلت له عمامتي معكم ارجعوا. قالوا ايش ردنا يا فهاج عشان عمامك. قالوا رد عمامتي ذي اخوك اخرجت فلان فلان كان مسجون وخرجته زي بشت ابو ساق. هذا بشت ابو ساق لو ينزل في مزاد تعدى 15 مليون بشت كذا شريط 13 مليون خرط ترى ما هم البشت من شال البشت. نعم مالبشت مالش. انا زدت متاثر ذحين من السالفه دي. لا حتى انا والله انا متاثر منها يا ريجي. لا حزتكم دي اي شيء لكل شخص شيء يشله اي واحد شله. ها وعليك من اللبس عليك من حامل اللبس. نعم انا شفت ما شفته هو مشكلتي لك يا اخوان. ايش فيكم كلكم وجاعة؟ والله كل اليوم أناسة. الأناسة الأناسة مرتبطة ايش دنيا يعني؟ الأناسة مرتبطة في المسجد. والله يا ريجين الأناسة الحقيقية تراها مرتبطة في المسجد. والله العظيم أنك لو أنك تتقرب من ربي أنت زين حياتك كلها. والله هذه الأناسة الحقيقية وأنا أخوك. والله ما معك ودك ضايق اليوم ولا ضايق بكره الحياة كلهم يبغى ناس. عيال انتوا كل يوم مستانسين؟ ما كل يوم مستانس. يوم كذا يوم كذا يوم كذا. خليني اجرب على عمره يكز على شوي زين حقي كز وجه كز. لا هو يكز على عمره. انا الحمد لله واشكره. شكرا لك. والله شرح يزعلك.
تصدق يا خالة نص أنت ممكن في البيت الحين صح؟ قلت أرحب أكثرهم كتب أرحب يا أبو مرضي ملايين مرحبا بك والله أني صادق أرحب ياك حيلا نصهم يقول الحب بالحب بالحب وجاء عشرة جاء عشرة هنية وكتبوا الحب الحب هذا خرطين ذا تدري ليه؟ لأنهم تبع مع 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 مع, مع الخير يا شكل يا الله الحب ما أدري ويش لا 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 الحب خش في صدرك لا تحلب هذا الحب وهي مصيبة كلها مصيبة الحب الحب مصيبة الحب مصيبة نيقم نام فيه حب نعلم اكتمنه لا تظهره لا تخلي أحد يشاركك فيه خش في صدرك خش هنا لا تظهره خلي هنا فيكم هو هذا يعني فاجتك فانا قطع بالصرح تكلم عن الصرح كنت كسوة التزام ورد أنت يعني كيف فاجتك قطع بالصرح تكلم عن الصرح شوف بقولك ما أسأل الله أن الله انت ما شوف بقول كل ابونا نقصر كلنا نقصر انا مقصر لكن الله مجملني قدامكم ترى بالستر ولا انا مقصر انت كيف يعني قصدك هل انت يقول اذان الفجر الله اكبر وتقيم الصلاه يصلون الله اكبر الله اكبر وانت بتكت كذا انت مريت في المرحله دي ولا نوم يا ترقد نوم شوف كلنا مقصرين كلنا بعض الأحيان تفوتنا الصلاة ونرقد والله من صلاة أذن وصلى المسلمين حنا نرقد كلنا لكن المصيبة إنه يذن ولا تصلي هذه مصيبة في أحد المرات كان في شخص يثنون عليه الناس وفلان ويحبونه مراجله زينة جاء يوم من الأيام وخويت أنا فلان المهم المسجد يا الربع قال المسجد يا رجل بصلي قدام سكت أنا ما قلت شيء قلت بيصلون قدام بصلي قدام المهم ماكو بالطبيعة ذا راح قدام في ذنب قدام ويوم جينا عند حاجتنا قد الساعة يمكن تعدت تقريبا ساعتين ونص على الصلاة قلت ولد احنا في مقهى طبعا صدقين ولد احنا ما صلينا شلون نصلي رحنا صلينا أقامت الصلاة صلينا ظهرنا من جلسنا بعدها يوم يومين فلان ما يصلي هو واعي أنا أشوفه واعي ما يركعه جيت عند خوينا الثالث والرابع اللي هم عرفوني على الشخص ذا قلت سلام عليكم قالوا كل سلام قلت هذا لا عاد أشوفه أفهم أدري وش قلت حبيبي الله يوفقكم فلان لا عاد أشوفه أنا ما عاد بيشوفه أنا عندي حاجتين في الحياة أقولها وأنا صادق شيء أكثر شيئين أنا يا شيخ أتبرى منك علي حرام لا أتبرى منك الصلاة وش يبانك أمك وأبوك يعني مثلا وياك سوى جالسي أنا وياك جالسي ويدق الجوال أمك وأنا أقطب من همك وما ترد أنا مستحيل ترى مستحيل إني بجيك بقول يا فلان ليه أول شيء بدخل في متاهة لأن أنا لو كلمت الرجال قلت ما ادري يا فلان قال ولد ايش دخلك تبي تطلبني شيء وهذا تتدخل فايش بيضغطني وبتناشب انا وبهمد فانا اقطعها يعني اسكت اشوفه طالع فيه كذا اجض منه يا ري علي الحرام اني اجض منه جضه
ما هي بصاحي. يعني مثلا حلت الصلاه يا ولد انت تسحبني معك، تصدق تصدقوني راي يجيب انك تسحبني معك؟ انا مثلك يعني، انا مثلك، انا ودي اني استقيم في الصلاه ودي اني اصلي، بس صاحبي صديقي انا صديقي ما 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 عني على الصلاه، هو صديقي معني على الصلاة، واللي أكثر معني بعد الإنارة، يعني هي أظهرتني على حقيقتي. شلون؟ إيه ما نشوف أنا يعني هو أنا ودي إنكم تستلبون السالفة مني بدون يعني وش اسمه إنارة، يعني إذا ممكن تقدرون تستلبونها مني بدون إنارة. ما لازم ينار. اوكي. هي اللي هي ما ساعدتني، هي صديقي اللي خذني. المهم انا ودي اني اصلي واروح واجي، بس صديق انا بعترف اعتراف. الاعتراف يعني هو صراحه الله يحبني. انا نويت اعترف باقط ان كنت اجيب العيد يجيني شريريط، لكن الله سترني طفت اللمبة، والله ما عاد أعترف. الله يعين أمها حالة. كيف كذا؟ والله إني بغيت أبيع نفسي. ليش؟ من أجل التضحية. يعني قلت عادي يعني أنطرح، بس يتوب اثنين ثلاثة. والله بغيت أسلم نفسي، بغيت أقول الرابع تراني أنا راعية شريط، بس يعني يتبوا اثنين ثلاثة. بهاجمي وصية بس أنا تقرب وخشها في بطنك أكلها. وش علاج الاكتئاب المبتسم؟ هذا تسير علي، يعني هذا تسير علي، تجيني في الاستراحة في الديرة وأدوج روحك، أنا تجلس معي جلسة جلستين وأشب الضوء، أشب النار قدام العرب وأشيد خيامي. الله وأضرب كميسة منه، العرقوب، شفت العرقوب منه؟ أضرب كميسة منه، هذا حبة بحبة ميسم تعرفه، ملعقة شفت الملعقة اللي تاكل بها الحلا أو يعني تاكل بها رز مثلا، أضربك بها أنا لين والله العظيم إنه أخلي إذنك، لا بدون إذن، لا أخلي خشم حتى الإذن والخشم، أخليك يعني تمشي صح. والله تمشي صح. الكتاب المبتسم علاجه تشتري من عطورات فندر، ترى العطر سعادة يدخل لك السرور، أقسم بالله أني صادق، ترى العطر لجميت ريحته، ترى قررت أنا ما شاء الله تبارك الله، أنا مالك براند اسمه براند فندر، براند ناجح يا الله من فضلك، قوي مرة البراند، سويت لي كمية ومن كثر حب متابعيني قررت اني اعاقبهم. قل كيف تعاقبهم؟ قل كيف؟ اسال نفسك قل كيف؟ قل كيف؟ قل كيف؟ كيف؟ يا سلام عليك، شكرا لك، يا سلام، شكرا رمانة على سؤالك التهوم، شكرا. كيف؟ كيف؟ لا نفذت الكمية هذه بأجلس 17 شهر ماني مصنع كمية عشان تشتاقون للعطر. عرفتوا السلح اللي سوى كمية ونشب فيها كذا، هي الشغلة كيف هذه تسويق يعني. إيه
17 سنة ما عاد نسوي. اوكي حلوة. انت عزوز حلوة فكرة، يلا خلنا نروح نشتري كذا. خسارة يا رجال، انت البخ واشتر عشان نبدو جميع. عرفتوا كيف؟ في ناس جديدة ما تعرف. انتوا دايم معي يا اخي، انتوا ليه؟ انتوا ليه زلايب؟ ليه؟ انا سولفت عليكم اكثر مما سولف على اخوان. خلاص كم يوم كم ساعة وانا سولف عليك يا افقع راسك انا. خلاص انت تعرفني من زمان، يعني ببليسك انا في الشهر اجلس معك اكثر من 90 ساعة. حمار انت، ما تعرف صدقي من كذبي. نبي نسوق المنتجنا حلال ايتام ورثه، هذا حلال فيه ورثه ايتام يترزقون كلهم. خلنا نمشي، الله يحرك كبدك، الله يحرك كبدك. لا خطا، لا يمكن يجي واحد كذا يصدق، يا الله وش هذا العطر اخر حبه في الدنيا، يروح يشتري ويروح بعد بجاي يلبث صدفه كذا الحزن جابه. الطفش مع العنوان جين، ترى جاء يفرك يا رجال، مزغد كذا طاح شوي عاين طاق ايش ذا دخل، خلني اروح اطلب يمكن بكره يكون نادر العطر اللي معي تاريخي، اروح ابيعه ب 500 الف دولار امريكي، ما تدري والله ما تعلم الغيب، يمكن تكون العلبه هذه نادره. شيك يمكن يجي يوم يمكن يرجع رايح كبدك. لا ممنوع الضمان، يمكن يعني تبقى هذه تاريخيه يعني العمر معه. اللهم صل على النبي. لون نجران وحدود السعودية، ودي أسافر. وين أروح؟ خارج عندهم معرض عطور، يعطوني فلوس واروح. خريط وش ودي؟ حطوني فلوس يا ولد، ولا بجي السنه عند العجوز اصرف، اودي العجوز واجيبها اسمر مع عيال عمي. وش ادور؟ تصوير؟ وش ادور؟ انا بعرف وش ادور. تصوير صورت لي نزريت، نقدم لك الدعوه الفلانيه تشرفنا وتجينا. يا ولد لا تدعيني تلعب علينا، انت من الناس الكويسين، وانت من الناس وش اللي من الناس الكويس يا رجل؟ تعبت يا رجل. قطر الظاهرة حلالا. ودي معي 17 مليون. أحد معه سلف 17 مليون يعني تعطيني إياها من عسري ليسري أشغلها لك؟ أحد منكم يعني ملياردير يبيني أحفظ فلوسه؟ ترني أمين. لو راجع متحس الله اذا كنت طقت قاعدي
شغلك بسيط. زويني على وجه البسيطة خشيت الدين. في وقت أنا تقول أنا دكتورة راتبي 25,000 وأبي مشروع. والله شوف أنا يعني توجهي الفترة الحالية صراحة توجهي الفترة الحالية يعني ودي أستقل. ودك تكمل الدين؟ لا يعني استقرار زين. أنت ودك ولا أنت مستقر؟ ودي أستقر ثاني مرة. لا لا أنا بكفيك يعني. 25,000 قلت ولا؟ وفله. ما شاء الله مشروع يعني هذا مو مشروع اقصد يعني الله يعني شهادة العلم ترى العلم يبني بيوت لا عماد لها الفقر يهدم بيوت سقفها عالي دع المقادير تمشي في اعنتها يعني ما تقول النصيب على الله يعني انت ودك تستقل ثاني مره خايف مستقرات ومحمد انت استقرت مره الاولى تقدر تستقر مره ثانيه استقر مره مرتين ثلاث اربع يعني ما عندي مشكله ما عندك ما عندي مشكله 25 30 يعني اهم شيء ما يكون اقل من الاستقرار الاول الاستقرار الاول سقفه عالي جدا اي جدا بس يمكن في ناس يعني مستقرين كذا في بيوتهم بس عندهم تجاره وكذا ورث هذا استقرار ابد اي هذا ترى أنت قد يعني أنت قد أمنت مستقبل عيالك؟ وأنت؟ باقي؟ إلا أمنت بالمدام وأنت؟ أنا ان شاء الله باذن الله ان يعني ما راح اخلي عيالي اللي انا جدهم يسالون يقولون وكذا جلسوا بينهم يقولون ليه جدنا سكن هنا ما راح اخليهم يفكرون كذا زي يعني انا ودي يعني ودي اسال جدي ليه هو سكن هنا ودي كذا سؤال أبو يعني ما له ذنب أنه سكن هنا يعني جدي هو يعني جدي ليه سكن هنا يعني جدي ما سكننا أراضي هنا حنا كلابتون سكوك يعني ما الله يرحم جدي ويغفر له يا الله يا رب أنك توسع قبر جدي جدي ما سكننا أراضي هنا يا كبرى راضي كذا جدي أنا جدي كذا أراضي كبير بس يعني لو أراضي هذه مسكها جدي هذا لو مسكها في الرياض كان هذا الحين صديق الراجحي بس جدي مسك أراضي يعني في وادي بدون صك إذا عادي تبون تسون نزالة تعالوا خذوها سووا النزال احنا ما عندنا شيء نخسر كل يوم احنا نحرج عليها انا وعيال عمي ونتخانقون وعيال عمي ذول وعيال عمي ذول يتخانقون هنا وانا اتفق انا وعيال عمي ذول وعيال عمي الثانيين يختلفون معنا ونروح نبي نرضي عيال عمي يطلع عنا وريث 15 منكم يصيح من فوق الجدار واسال عيال عمي يا عيال ذا من هو قال هذا بلا تعال يا فلان خذ القطعه صغيره بس اسكت شوي ويا الله وانت جمع 93,000 وريث ورثه يعني عرفت في النهاية يجي اللي بيشتري لا جاي بيشتري ان احنا 30 كذا متكين قال وش هذا ايش بنقول ورثه قال السلام عليكم انا ما اشتري شيء حق ورثه يروح شفت هذا تصدق جدي ماسك هنا ارض في وادي جدي ما ادري ليه مسكها ما ادري ليه بس تصدق لو الارض اللي هذه حق جدي
لو انها بالرياض تصدق اني انا الحين مع عجلان العجلان امشي كذا. كان بيقول وياك اخلي محمد الدريم يجي يقول لبك ابدك كبد بيك واعطيه طراق بعد فوق. والله انت جدك وين سكن؟ هنا؟ جدي جنبه؟ نعم. وانت؟ جدي خليل. خليل ناس جدنا. ناس هو معنا جدي خذ وادي بعد. جدك خذ الوادي وطلع ورا الوادي. انا اوعد انا اوعد عيال عيال عيالي لا جو يبثون في حوش وما يسمعون الصوت هذا. انتوا جدكم وين؟ وين وين جدكم يعني؟ في لندن. انت ابوك انت ابوك طلعكم من هنا بس في النهاية ديور عليكم. حتى أنا ترى عشت في الرياض ثلاث سنوات. لا والله أكثر. والله أكثر من ثلاث سنوات. يمكن خمس سنوات ست سنوات عشت في الرياض. في الدخل. بس جيت هنا. أبوي حاول يكافح حاول بس ما شاءت الأقدار أنها تجي على ما يبي. ولا أنا ترى من سكان الرياض سابق. سي الله صدق اي والله كنت في الدخل. احنا كنا في الدخل صح بيتنا كان في الدخل. الله وش اسم الحي جيته يا خال. انا يا اخي ايش اسمه كلمت ولد عمي وداني له وداني للبيت اللي سكننا. يا انت قريبين من ذا لا 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 القريه الشعبيه كنا جنب القريه الشعبيه. هو الحوسيس هو جيم شارع شو اسمه عند الصناعيه. احنا بيتنا الحين تطلع اول ما تطلع احنا شارع العماره هنا تطلع تمشي يمين سيده لف يمين تجي القريه على يسارك. والله تمشي سيده شارع ضيق بعدين تمشي سيده يجيك الطريق العام. حلو امشي يجيك كوبري خذ مع الكوبري يسار تجي القريه على اتصالات الغروب ذيك الغرب. يقول حي جيم. لا ما بجيم جيم ولا جيم ورد دايم. يا اخي شو اسم الشارع ذاك صح حياه هو ولا شو اسمه؟ بس كنسلنا يعني جينا الطيبة شارع طيبة طيبة في لبن. يا خل والله ما اضطرت لبن انا من اول ما اضطرت لبن. يا اخي اللي كانوا فيه وهبط الصحيح الحياة لبن جيت انا ما في لا صرات راجي ما اشترت انا في لبن وقتها كنت دويشر صغيروري ويسقة صغيرة شطرق مدينة عشت فيها انا والله يعني الحمد لله حاليا اقدر اسولف يعني مرة سكنت في قطر سكنت في الإمارات سكنت في الكويت خليني أكمل تكمل سكنت في الكويت سكنت في قطر سكنت في الإمارات سكنت في بريطانيا تحديدا هاروز وشي؟ هاروز وين بعد رحت وين؟ القاهرة أصبر الكويت أنا السعودية الكويت الإمارات قطر انجلترا تحت هاروز مصر سبت غريبه ما قلت لها ما قلت لها شلال ايش اسمه ايش يفهم طور شلال سويسرا ايش اسمه سويسرا سويسرا فلوس وانا عشت احسن شيء انت وين سن وين الدوله دواء انت عشت الدوان يحبونها يا ولد يحبون الدوان مين الحين
هذا مستحيل تمر السنة يا خالد ما يروح الدوال. وأنت وين رحتوا بعد؟ خرج. إيه. إيش كتب الخرج؟ أنت درست الخرج. ميزين الدوال. إسبان. أنا شكلي ريحة هذه بتكون إسبان. ليه؟ ايش في ذا زعلان؟ يا اخي بنروح ايش اسمه؟ المالديف؟ ايه انا خذ بنروح ولا معوق ودي اني رحت لها قبل اربع شهور اربع شهور ودي اني رحت ملي مجازي قبل اربع ولا ايش قبل اربع شهور قبل شو بتروح لهم حلو يا اخي المدينه كانت قبل اربع شهور حلو مش معنى اربع شهور يعني كان جوها زين كان جوها حلو الحين حر الحين جوها شو اسمه واجد العقارب يعود فيها بهليين ما قاعد عقارب كان فيها عقارب تمشي كذا العقارب السودي اللي عصا كذا ها قبل اربع شهور كان ما فيها شيء حلوه حلوه يا حلوه قبل شهرين قبل شيء لا ما ادري ما في الاداء ما تمر السنه ذي لا ها كل سنه كذا ولا بس لا لا ما ادري مرتين هي في السنه ظل جوها إيه جو قبل اربع شهور بعدين حلوه مره فيها شو اسمه السمك حلو اسماك تمشي جنب البحر جنب البحر تمشي كيف تمشي جنب البحر اسماك كيف؟ أنت قلت جنب البحر تمشي ما في البحر. تبي تسوي مو بجنب البحر أقصد. وسط البحر إيه. وسط البحر. خلينا نشوف. تيجي خلينا نشغل لكم شيء يعني تستانسوا. في شم الضيف والكادك أجد تنثرين الراس وشم الضيف
بعادك وميعادك وتوفيلك وتوفيلك بعادك وميعادك يا نعمة عيون الناس نجين الموعد الحساس إلى نعمة عيون الناس نجين الموعد الحساس أجدون أن ترين الرأس واشكم ربيب والكادي أجيتوت أنثرين الرأس وشم الضيب والكادي أحب الليل والسهر على شاطئ أحرادي أحب الليل والسهر على شاطئ أحرادي تعالي يا بعد حي يوميتي يا بعد خي تعالي يا بعد حي يوميتي يا بعد خي تجي جنبي ولا تعي يا ناماني بنكادي تجي جنبي ولا تعي يا ناماني بنكادي أنا وعدتكم وعد إن مندل ما تغيب عنكم شهر. من؟ ليه؟ ليه أبو جابر؟ أقسم بالله دقيقة قبل أشغل مندل أبيك الحين قدام الناس تعد وشنو؟ وش خطاي؟ عده الحين قدام الرجيجي الحين تعال وش أنت شايف؟ يلعبوا ما دقيت علي وقلت ما يدك العنة لبيك وسعديك وابشر بسعدك واللي تبيها ابشر بي فيه وش خليت للعوادل والكارهين وش خليت لهم وانت رفيقي بتسوي الطريقة هذي ها انت عديم احساس ما عندك احساس قد شفت اتحد لانك تستاهل استاهل انا والله ما خربكم اللهم اقسم بالله يا خال ان ما كان يجي ولا يسوي كذا لين جهو سواه هو اللي سواه هو اللي صنع هذا هو اللي صنع لا سالته ولا شيء ولا شيء نمر بسيطه ولا بلا ما هي بسيطه هاني يجوني الريجي ترى يا عمي ينشدوني يقول بينكم بين رجال شيء بنصلح بينكم وش الطريقه اللي ما تصلح بس اني بدمع حاوبي والمولب. ها بقى سوى هذا المره بس اسمعكم مندل يلا استانسوا دق الزيارة جنني من دليش بدق المجيدي من دل من غلطش علي من دل كتب تسمش عالدي اي من دل يا رجيل ذا يبعص جوي يا رجيل شوفوا لنا طريقه احنا بكم شكو ساكتين خالتك خلنا ندبك انا وياك خلينا نذبك تعال تكفى يا خال تكفى يا خال أبي أبي يومك يا خال دق الزيارة جنني من دليش بتسكني جيدي من غلطش علي من دل كتب تسمش علي أنا بيعرف أدمك اليوم يا ولد أنا اللي متابعين من الشام
يقولون تعرف تلعب اليولا وتعرف اليولا شلون شنو اليولا دقيق ها يقول تعرف تلعب اليولا وتعرف تلعب اللعبة الكويتي والعماني والقطري ليه حنا وش نقصنا يقول كذا شو نقصنا ما قالوا شو نقصنا بس يعني شو هذا شو هذا يا شباب ايه شو هذا شو هيدا في شو هذا في شو هيدا والله يا ولد شو هذا شو هذا يقولون هم لهجتهم والله انا فانا اقول ابي اعرف هذا ولعن شكلك الخيرين باقينا طلع يلعن جده يدبك يا اخو الخيرين ولعن جده اشتني يدبك يا اخي كنت يقول تعلمتها في الاردن ايه درس في الاردن ايه بس انا قلت انا عندي خالي كل شيء ابيه يعطيني يا خالي ما احتاجك لان شغلنا دبكه وقعدنا ندبك في لندن اشتني يدبك فانا الحين انا ابي يدبك والله عشان يقول شو هذا يعرف يا خالي اعرف عد عد المندل والساعات المعبيد تعال جاري جاري بس انا لازم اثنين المندل والساعه الغربي مندل على القلب يا شوق توكل بالله مندل وانا العهد وين هذا اللي يقوله؟ مندل وين؟ مندل شغل يغلق هذي أجنبي أعرف على أجنبي طول ذا الله يهين عن جد انكتمت الله يهين عنك والله ولا الطويله دي اصبر شغل دي هلا يا حمار Oh!
دور تصميم ما شيء. ما قريجة وش دنا مرة اليوم؟ أنت ورد ما يجي والله مني حيد. والله يا الربع هذا اللي طلع معي أنا معها. ما أعرف. عشان كذا أنا لازم أسافر أوروبا. ليه أتعلم؟ أتعلم من اللعب. يا أخي ما أنا مشهور يا ولد. والله المفروض أنك تعرف كل شيء. ها؟ المفروض أنك تعرف كل شيء. تعرف تسبح؟ لا. ها هذه أكبر خطأ. والله ما أعرف. والله ترى صدق. أنت رجال على سفريات. ها والله صدق. والله صراحة زي يوم انك اعطيتك معلق سلامة سالفتك بتموت بتموت ايش تبغى بغيت اموت ليه؟ لانك توها انت ما تصبح هذه في قطر بقى مصري اعرف مصري كيرهم عليك ها؟ كيرهم هو اللي علمهم المرعب من هو المرعب اضيف واحد اسمه المرعب على هذه اسمكتم كيف اسمكتم وش اسمكتم هم بي قطع 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 خبرت وحدن يبكي على واحد يبكي أنا اكتشفت أنكم الله أنك كبير يا الله بغيت أسبكم بس أن أذن شيء وأبد ماما هلا قصة أنا أوريكم ترى ودي لكن ما يمدي ما معي فرصة شكلي بسافر استراليا مو مشكلة والله مو مشكلة بسيطة وش عندنا ما عندنا شيء الحمد لله رب العالمين الدراهم راهية والدروب ندلة المطار ما قصر يوديك المكان اللي تبي سويسرا استراليا مرة واحدة كانت اسبانيا والله شوف انا يعني يمكن اسوي تصويت نعمل والله هذا يا أهل تان شيء ما يخصك يعني باكستان بنغلاديش سود وجهك النماس جنبك النماس تكاك النماس ما جيتها أنا في الصيف هي تبعد مني 120 كيلو ما جيتها في الصيف فأجيها في البرد
الجنوب ذا كله ما أحبه، يزقطك يلزمك يطرفك يزقطك من بعدين تظهر لك هي أنت منها تستانس وتطالع وتدبوك ولا لفيت مع الجبال تطلع لك تقول تعال تقول لبي لبي إيش فيك؟ هذه قد جتني يا خالي إيش فيك؟ والله أبي أستانس يتكلمني والله تبي تستانس خذ طاع شو يجيك تذكرها تطلع لنا كذا أنا وخالي تكلمنا هي تطلع من الديرة كذا لا لف لفنا من اللفات قلت تعال إيش جاب كذا قلت والله أنا جاي أستانس قالت وين كنت قلت كنت في البيت قالت وش جاي تدور قلت أبي البراد وأبي النفسية قطع أرجع يا كلب تزقطني ما أحبها بعدين اللي يعني اللي نفسي يعني متعودين على يعني يسافرون دائما راحاتهم جياتهم يعني برا في أوروبا وكذا ما يقدر يتأقلم هنا والله أوروبا الشرق الأوسط يعني ما 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 حتى أبلش في اللغة إيش فيك يا عبير ما زال أترك أي لغة العربي يعني ما عاد أقدر من كثر ما رحت وخلطت تجانب وكذا ما عاد يعني تصدق إني في الديرة يعني عندنا مترجمة للوالدة من غير طبعا الخدم مترجمة لأن يعني من كثر ما تغربت ما عاد أفهم نعم مع أن الوالدة بس إني مشكلتي الوالدة طبعا دكتورة جلدية دكتورة جلدية أسأل الله يطول عمره لكن أنا لغتي بعض الأحيان تكون الوالدة تعرف إنجليزي راح يضيق عليك هذا العبيد كانت دكتورة البشرة الجلدية هي نفس البشرة يعني بس أقسام تختلف ولا البشرة الجلدية واحدة جلدية هي البشرة صح؟ هي كلها أنت أمك وش وظيفتها؟ حمية؟ والدتك ما شاء الله دكتورة ولا ممرضة والدتك دكتورة متخرجة من لاس فيغاس ما شاء الله وانت جدتي عدم زهز جدتي محامية متقاعدة 35 لا الوالدة انا امي في وظيفتين انت شو رايك نرفع قضية في المستشفى احنا عندنا مستشفى خاص الوالدة متعاقدة مع سليمان الحبيب جلدية وايش جلدية بس جلدية بس وش تبي غير شيء لا بس شنو انت والدتك اكثر من تخصص لا لا والدتك انت اسنان بس اسنان بس دكتوره دبل مي وش اسنان انت والدتك اسنان وجلدية لا لا اسنان بس تشوف لا اسنان بس شو اسمها ذيك تجميل تجميل والدتك حقتي ما شاء الله اللي تقص خشوم وذا كذا وش اسمه برطم هذا الشفايف برطم هو ولا برطم الشفايف ها الشفايف بوتكس بوتكس اسمه بوتكس ذا ايش خلها اسنان بس خلها اسنان خلها اسنان الله يشفي اسنان انتم يا والدتك الله ما شاء الله علم طيب جدي محمية طبعا متقاعدة متقاعدة صدق يا حليلها جدي تعبت في دنياها جدي 35 ألف قضية كسبتها جدي من اليبل اليبل ما الله أنك الكبير يا الله أكبر الله أنك أذن الأذان يحل كل مشكلة قفل قضيتنا قفل قضيتنا أنا بوريكم بوريكم مقطع بس شوفوه اسكت شوف التكريم لا 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 شوف يدي هذا أمي يوم خذت الدكتورة هذه أمي
طبعا هو فيديو يدعس بزوره جاه تبند ما عاد قامد. هذه ضحكات الفخر يعني. وش يضحك؟ الله يخليك. بس ايش تجينا نضحك؟ ما بعد حاسس غلط صح؟ عشان امك ما قصرت. جيجي. تبيج بوريك صورة. بوريك صورة يعني عشان. شيك يعني على شيء هذا يوم اخذت الماستر بعد مكربين عندنا في شيء شوف الحنة شوف الحنة شيك على الحنة قول كذا قلها ما 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 إيش إيش لا يسقى الله يا زين الصورة اي أيوة والله ما ودي طريقة جميلة ها شوف اليد ترى قديمة الصورة دي كم لها أربعة والله خمس شوف شوف اليد شوف الحنة لا كان غير كورة الله يرحمك أبو سالم ملي بلعب أنا ما ضحكت إلا من العيون شوف العيون مدي بلا معي دفاع عندي بعد ثلاث أشياء المفروض أنك تشوفهم ليلة العيد وش هني؟ وش؟ الحلاوة أيوة الحلاوة الحنة في يد أمك الموت يرجع ثلاث أشياء ويش؟ ودك أنك تشوفها أو يا قوة المقطع ذا يا فارس مين؟ أوه لا ذا قريب هذا قريب ذا دقيقة هذا قريب يا ولد هذا ما أنا عندي مقطع جالس جالس أنا وأمي وجدتي وخالي وثنتين من خواتي أي والله واحد من خوالي ما شاء الله تبارك الرحمن بروفيسور أخو خالي عاد صورته وأنا في الدمام دق علي وقال وينك وقلت والله موجود قال يا ولد أدق على أمك ما ترد وأدق على أمي ما ترد قلت الله الله يا خال وقتها كان هو مبتعث في أستراليا وقال ميدي شو اسمها روح ل شو اسمها أمك
وخلها تكلمني. قلت امي موجوده وخالي مفلح وجدتي وخالاتي. قال زين يا رجال خلني اروح. المهم الا خالاتي يمكن ثنتين وامي الثالثه وجدتي وخالي الثانيه. المهم لخالاتي جلوس وخالي الكبير اخوهم الكبير يحبونه حب اقسم بالله لا يعلى عليه كانه ابوهم. وهذا الصغير هذا اصغر صح؟ خالي سعد اصغر خليه بالحق. ايه لا خالي هذا اللي بعد الكبير الثاني وكان يعني متغرب شوي. المهم اني اعطيتهم الجوال يا خال، كانوا متليمين عند المزرعه. واعطيهم الجوال يكلمون والله وبيت انبناه الله. حاط الجوال في يد امي وخالاتي جنبها وجدتي وخالي. شفت؟ ويكلمونه وكذا ذاك اقول يا يوم تراه كاميرا. خالي يبي العين في سيوم تراه كاميرا. وتعالي امي يا مرحبا وترد الجوال كذا. تقول عنا قدام بيتك وعند اخوك فلان. والله يود كبار يود اقل واحد يمكن عمره اقل واحد في اصغر واحد فيهم اللي في الجلسه يمكن عمره 50 سنه 51 اصغر واحد. وتقول ورع وازرق كذا من بعيد وطلع فوق الخزان وركب فوق الخزان ودقهم مقطع. عندي مقطع بوركية اقسم بالله لو تشوف المقطع كيف متليمين على اخوهم يا ولد. جدات شفت اللي في الجلسه جدات بناتهم قد عرسوا ويش يا اخي بناتهم عيالهم قدهم جدام حشيبان الجلسه وتشوف لمتهم على اخوهم أم تقول ريع شوف عنا هنية وعن المزرعة هنية وعندي اللي جتناها وعندها مدري ويش. وأصورهم من بعيد وأصورهم وما يدروا يمكن 30 ثانية. ورحت أنا رحت يوم جاي من العيد يجتمعون خوالي كلهم وجد جنب خالي خالي الكبير خالي مفلح وجد جنبه وري المقطع. قال تكفى يا أبو محمد أرسلي المقطع في الواتساب علي الطلاق لا أعطيك اللي تبي والله لو تبي 1000 ريال لحول لك أرسل المقطع. ترى ما أرسلك أرسله قلت والله ما أرسله لك ولا يدخل جوال أحد فيكم. أمي والله ما شافت يشهد الله علي ما شاف إلا خالي ده بس اللي كان معهم بالجلسة. مقطع عندي تبي تشوفه؟ لو جهول يقعد قديمة يا ولد قديمة ها؟ قديم الحين يمكن كم لهم يوم جاء؟ 7-6 أكثر المقطع ذا المقطع ذا هذا بيجي له ذكريات بجول ورعون ولعون يقول ذا شو اسمه بهاج ولد العديلي وهذا الشايب علي العبيد وهذا فلان ابن فلان وهذاك فلان ابن فلان وهذاك الشايب فلان فلان ترى بيتراودون المقطع ذا والله هذا يشرح لي كرثوم في العام طاف وطب فاصبح فيه كرثوم نلعب دمك مثل لعب الصبية شعرها لكن عمانك اللي تبيه يحبهم سرقاء مرخوب كم واحد قد حضر له حورتنا ما قد حضرها وين أنا قعقوري تقول عم يلعب الوجه هنا هذه اللي ما ودك بها هذه ما ودك أن تجي ذكرها هذه ودي أنها تلبخ يا خال يا قوري يتعب يا رجال اللي خوني الله يا جريسك هذا يوم كنت مشاهد يجي يسمون لي اكل سالحك تصميمين اول كان عندي ناس سمون والله يا ايش ليه ما كنت احب اني اصير ما شاء الله احب حلوة يا أخي جوني صدق يعني عايب
يا أخي ما أول أنا بعلمك بالصدق الصدق زين قال يعني أول ما كنت مشهور ما كنت مشهور الصدق يعني ضريط لا والله ما انشهرت إلا بعد ما دخلت السكريبت الواقع نص نص ولا أصلا نص نص ولا نص بعد وين بس يعني يمكن في بيشة يمكن يعرفوني ثلاث بنات وثلاث عيال ألاقيهم بالسينما يشوفوني بالسينما كيف عرفوني دول عرفوني عن طريق التيك توك وعرفوني عن طريق شو اسمه الباسكو كل مرة في مطعم أصل البرجر أخذ لي برجر معي الواوي وقاعد المهم وأنا أطلب سمعت لي واحد قال هذا اللي يبث سويت نفسي أنا يعني إني ما أسمع سويت نفسي إني ما أسمع شوي طلعت قالوا أنت اللي تبث قلت أنا لا ماني بنا اللي يبث قالوا أنت شيك طيب إحنا ما قلنا لك شيء غلط ليه تنبغ ما رديت ومشيت الشرقية عروف وسالم واحد سالم قالت أنا ما أذكرك زين بس نذكرك إن كنت بث مع واحد اسمه بهاج بروسكوبا نعم والله غريب في النخيل والله شوف هنا أنت حقت كاشير يلا حقت كاشير يوم جينا قال مادي سالم عدو إذا ملعب قلت في عطر أروح إيه قلت إيه وقف أنا ذحين أنا ما أعطيها وضعية الشهر لا جيزم فالطيب قالت مادي ما عاد في بذوث بروسكوب أنت معي إيه ما الكشك أنا إيه سويت نفسي أسكة أنا ما أسمع وحدة تبيع في كشك قلت له جهول والله إني أذكركم من يوم ذا الحين البث فيه ألف من أول ما كنت ما كان عندك إلا سبعة اشتر ما رديت والله وبيت بناها الله ما رديت كذا على طول نزلت ومشيت والله يا أبو محمد أقسم بالله يا أخي وبيت بناها الله أنا هم تسعة وبث أربع ساعات في البرسكوب تسعة والله أنا هم تسعة وأعرف ديارهم ودقيقة واحد بقمي اسمه رايد من تربه حلو باقي رايد نعم أعرفهم واحد اسمه رايد من تربه أدرى رايد ذوي إيه واحدة من بيش واحدة كانت فابها ونقص التوتل اللي أظني كانوا عشرة واحدة كانت فابها وتكتب في الكومنت قالت الشرة مهيب عليكم الشرة بروح أرقد ورعاني كتاب سعد أنت قليلة حياة قال عاي ينعنى بالوجه يود ورع يا ولد ولد ورع وقتها كم حمد شكرا أذكرها هذه الكلام تذكر ورد ست ساعات أبه جيب العيد ما أدري أجيب العيد واسب شريط طيط عايدي بضعيزي أكل ورقينا كل يوم سبايسي ولا في حضر ولا شيء يحبوني يستفقدوني وليه ما تبه يشهد الله علي يا خال شهادة حق يشهد الله علي في هذا اليوم أني جلست يمكن أبث لهم يمكن سنة ونص يا خال تعرف ايش معناته سنة ونص تسبيه من النوع اللي يقول ضيفوني بالسناب هذا سنابي لا ما أعطي حد سناب بس جوني في تويتر يرسلوا لي وينك يا ولد وش علومك ليه ما بثيت أقعد أسبوع أبث لا بثيت يجون كلهم 16 يجون 20 ربع ساعة يعودون تسعة أخويان ويأخذ خبر السيارة جت في سيارة في التيك توك إيه الطوسري ها ما أدري أنت قلت والله ما انكذاب قلت ها أنا إيه ردك يا والله
التيك توك. كنت ابي في التيك توك. مدري ليه كيف؟ ابثت انا على الوالدين انا ناصر السبيعي. ناصر. ناصر السبيعي. العن ابو جدي ويلعن ابو جدي. كنت اشوف انه عيب احط قبيلتي، والله ما احط قبيلتي. كنت حاط بهاج سادة. وش قبيلتك؟ على حسب اللي معي انت شو اسمك؟ كحطاني كحطاني. كذا. اصرف له. جيت عند ناصر السبيعي. سؤال ناصر السبيعي قال انت وش انت؟ قلت انا من رماح. قلت وش قبيلتك؟ قلت سبيعي. كلمت بسبيعي، قلت له سبيعي. ايش تبي توصل؟ الحكم الاول نفذ. نفذ. انت انا خقيرت كانت ما تبكي فوق احكام. يلا بس انقلع بس. في البر، ابد في البر. بس الشركة. قشر. اجلس يمكن اربع ايام، ست ايام. زي هو. لا ابد لحالي سوال كر 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 يرجع لي ناصر السبيعي. يلا كم بس كم، يلا بس. واحذف واطلع. واجلس ثالث مرة. واجي للعيام نسيني ناصر السبيعي علينا معه. اطلع راسي قلت اقسم بالله يا خب. ما رد علي. كذا طلع اين طق هذا طلع. كان يسولف هو وسالم بن عاد. ايه. وراكب والوال. وانا والله اني ما والله ما انساها. رايح البقالة اجيب دجاج مثبت. يوم جيت انا مسوي مع ناصر السبيعي طلع راسي. طالع كذا يعينيني يحذفني. حذفني. طلع من القسط. قعدنا شوي فترة مبتيت انا وخالد زايد. وصفنا خالد زايد وفز عليه. يدعمني المنشد الوليد العامر. اي والله. ايه وفز عليه. يوم فزت عليه قال ميدي اذا انت رجال تعال جوله رسمية. اذا انت رجال تعال جوله رسمية. وراه منصور اخوه وعبد الله سويد. تحبيبي روح روح بس روح بيتكم. روح بيتكم بس روح. انت اخوك مشهور تبي روح روح بس. واطلع منه ما لعبت معه الا مره. واطلع منه. كتبت معي داخل الاستاد. انت معي. أنا معك. انت معي يوم خالد ازاي. اسمه شوت. عنا ليه ودعمنا وليد. دعمنا بورده. يوم شنو اسمه؟ شغلنا شلاته. الله احنا نعرفه. ندري ان هالمنشد فلان من شغل شلاته. الله يا زين شايدك زينه يدعمنا لينفزنا على ذاك. قال وش الحكم؟ قلت الحكم تكسر بيتكم كله. طيب قلت المجلس كان ايش فيك انت؟ فيك شيء؟ سبحان الله غرد الله. دوم الضحك حبان يا زين يزقنكم الله. ايه يا ليه يا ما تزري وانا اقول روح عني وراك. ودك الجوز انت طبيعيه جو اعمل لي شوف الدور والله ودي بواحد يعني كذا امردغه شويه حاجه بسيطه يدته قريب ليه من اللي يدته قريب يلا ما في حد معروف يعني فهمت ولا عندي تبغير اوكي يا ده والله 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 دهمنا الشتاء اي والله شوف شوف الساعه كم خلني اعلمك أني أوريكم الصلاة في الرياض وكم عندنا وكم قولوا لي أخو أشد أنها الشتاء صدق تدري الشروق الساعة كم الساعة كم ستة ستة وتسع دقائق العصر عندنا نهار بصير العصر يذن عندنا ثلاثة وإحدى عشر الظهر بيذن الظهر 11:54 شفت المغرب 5:37 العشاء 7:07 وش دم بهذي 8 9 10 11 12 1 2 3 4
خمس ست 11 ساعة. اليوم الأحد. ها؟ اليوم الأحد. يودد انا اروح مزاد. مزاد البل؟ اي والله. يا ادنا امه هاشم. ها؟ استانسوا، لعن الله اللي يكرهكم، الله يلعنه. ازي الصصمة طعم. اي والله. تعال تعال يا دكتور.
رجعت. واضح والله واضح. يقولون بسم الله يما. اخيرا هلا هلا. لا اله الا الله سبحانك انت من الظالمين. واو السلام عليكم. ايش حالكم الربع؟ اسال الله في هذه الساعه ان الله يصلح قلوبكم وان الله يجمعنا وياكم في جنات النعيم. قولوا امين. هتعال حبكم. على اللهم معنا شوره حلو ما جود كل شيء نهسونا شاي وشوره اللي حقها كهوه. كهوه؟ كهوه سعد. لا لا اي والله روح بيشه والله بشهر والله. اذا انت برياض تبي تبوك روح. انا حظي في محبه بس ودي بالبث. بالبث في جاجا والله. اي والله جوجو جوجو يا ولد لو كانت شغله بتسوي معي والله. ايش رايك؟ ما جوجو لا كل بوهم. ايوه لا. ايوه ايوه لا. ايه لا. ايه لا. جوجو لا. يلا يا اخوان بنسوي تصويت دقيقه. قدرت تسوي تصويت؟ بنسوي تصويت. اللي يرسل دقيقه بجيكم اصبر. في عندنا مشكلة فنية. خذ ما يشتغل ليه ما يشوف؟ ها؟ خلينا نشوف كيف. خل هاي ايده. اقرب اقرب. خلي بس. حط العكس. اسمع اللي يرسل. اسحب عليك. والله ما اسحب عليك. لا والله اني صار. اللي يبي تيك توك يرسل. ليه ما اشتغلت؟ ورا ستاند حلو يا خال بس مشكلته لا الإنارة ما تطول تخرب صدق. هذا اللي شغال هنا عبدالله. مو مشكلة الحين نار. اللي 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 يبي توك توك يرسل أسد. وإذا تبي جوجو أرسل علامة التوك توك. ما تحمست أسوي ذي. دقيقة خليني أحمسك. ماني بجاك حبيبي. لا سارة ليه كذا سارة؟ سلام متابعين يا ريل السلام. خليني أسوي لهم موسيقى حماسية. ثقة حماسية. هذا يجي الصبح. لا حبيب جوجو
قهوة؟ قبل لا تطلع الشمس وتعطيني هي وانا راح بيه. والله ها؟ راح جوجو؟ والله جوجو داخل تطلع الشمس وتعطيني هنا انت حمسهم. ايش رايكم نروح تقاوى؟ لا تروح لا تروح. ليه ما نروح؟ بعدين نقضي من جوجو. هو مفسر احلام ودي يرسله. ها ارسل ارسل بس يخاف يروع ندى. اوف اخوان بهاج انا ما شفتهم. شلون؟ اوف خلنا نشوفهم. سامي الحريري اوه ارسلتها سامي الحربي. يلا كلهم واحد. كنت سلامات سامي الحريري. لوعتي بيك لوعه على من المبشر هو عبد الرحمن. تعال رفض المبشر. ليه؟ أرسل لك أرسل له أبو عبد الرحمن قروشته. أرسل له مرة رابعة. المرة الخامسة أرسل له أعطي مخك. المرة السادسة قاعد أرسل قاعد أرسل السادسة أقبل يا أبو عبد الرحمن اقبل. يلا ما ادري منهم مفسر مكتوب مفسر ابو عبد الرحمن. ارسل شدني اشغالته والله راح ادور. ارسل اللي يجول اقبل. خليك تفسر ابو عبد الرحمن بسرعه. اصبر ارسل بس خليك شغال. ارسل انا ايش قاعد ارسل عن صورته. ايه ابو عبد الرحمن في بثه سبعه صورته ساده. اشخاص حط اشخاص. ارسل غير متاح. متابعينه 6610 هو موجود. مشكلة هبو لازم انها ممكن ما شاء الله. وش هذا ال عن قلت اقبل بحاج صادوا الناس صادوا لا لا
هرى منكم ماستري. اطلب من قصته تقول انت ما تقبلني. شدني ناشف له جدول اهم شيء يدي علي الشيخ خريط هذا ظهر لي واحد مشاطر سلطان الاكلوبي سنابي دق على الرابط وطبح هناك سلطان الاكلوبي شو سلطان الاكلوبي شحط سنابي دق الرابط وطيح هناك وجهه كذا شوف 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 الفيس هذا اللي حاطه سلطان الاكلوبي سنابي دق الرابط وطيح هناك شوف اطيح انت ما تطير وتطيح عندي في الاستراحه انا ابيك يا سلطان الاكلوبي كل بتشر البيس يا فتعلت لولاك ما غنك ذيق يا أخو كبيرها تدري وش يبيلها مسعود بيشوف ذي الجلسة هذي برا الشاهي لولاك ما ظني على العود غنيت اجمل قصيدي وهذا بالحب ومناي وش عليك وش اللي وش عليك اللي عليك وش انهم اكلوبي اي اكلوبي يمون علي واللي يقول اي اكلوبي يقول بهاج ما يمون علي ما هو قلي الرابع سلام عليك يا سلطان السلطان صراحة الديرتي هذا مولع خيو حيئت يا مسير ردي إضافة ولا عليك أمر منحها منحها تبي الإضافة منحها من الفلا دي منحها أخي خليك لي ولبك تعال حبني تعال بسم الله عليك أرحب فيصل ما راح يلا هم غاتير انت تدخلني الجنة ما شاء الله وش هذا الشغل الحلو حب الليل والسهرة على شاطي يا استغفر الله خليني اسكت البخ بهاج البخ مالك دخل سد فمك لا تتدخل في شيء مو بلك تفهم ولا ما تفهم البخ البخ حط شحمه في امك ماك دخل في الناس خلطني في الشاش خلني اكل انا لازم البخ خلني اسد فمي بعيش يا اخي ايش عليك بغيت اقول روح وارسل للتبذه خليه يجي لعندي يا رجال والله المودي صدق اشهد لله اني مودي اشهد لله يسد الناي لا لا انا بغيت اقول روح ونادوا الطب الفلاني ابي العمها ابي ايش كذا ما احس اني كذا ما عرفت اقول تبع العنخيل ايش دخل ايش دخلك ايش دخلك انت ايش دخلك انت ايش تبي ليش ما تركز على نفسك ليش ما قلت بقول